بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما زلنا في الحديث عن السفراء الأربعة في زمن الغيبة الصغرى. فعندما قال الإمام العسكري عليه السلام: العمري وابنه ثقتان مأمونان، فمعنى أنهم ثقتان أي أنهما ثقتان على حلال الله وحرامه، ومعنى أنهم مأمونان أي أنهما مأمونان أيضا على حلال الله وحرامه في تأدية الحقوق الشرعية واستلامها وتأديتها إلى الإمام عليه السلام. فمن لديه سؤال فليتفضل. تفضل أستاذ، كيف نعرف أنهم مأمونون على حلال الله وحرامه؟ أحسنت. ما هو اسمك؟ أبا ذر. أحسنت يا أبا ذر. سأل أخوكم أبا ذر أنه كيف نعرف أنهم مأمونان على حلال الله وحرامه، ونعرف ذلك من خلال حديث الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه، حيث قال: وأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه. فمن وجدت فيه من الفقهاء هذه الصفات فهو الثقة المأمون على حلال الله وحرامه، وهو الحجة علينا، والإمام يكون حجة الله عليهم. تفضل يا أبا ذر. وبهذا ينتهي حديثنا لهذا اليوم، وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.